السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن حاجة نبدأ بها هذه الحلقة هذه ونبدأ فيها مباشرة. هذا واحد الصباح بكري في واحد الحي من الأحياء، غادي فيقوا السكان ديال الحي هذا على وجود واحد الجثة في الحي ديالهم، واحد السيد مقتول وغارق وسط الدم ديالو. هنا يتخلعوا طبيعي الحال، غيتخلعوا جاو كيجريو علموا البوليس، جاو البوليس لعين المكان او بالاحرى مسرح الجريمه، غادي يعيطوا على النيابه العامه وغادي يشعروا بهذا الشيء هذا، غادي يستدعيوا الشرطه القضائيه وتجي فرقه مسرح الجريمه او الشرطه العلميه والتقنيه، غادي يجيو لعين المكان. اول حاجه غادي يبداو فيها البوليس وهي انهم غادي يبداو يسولوا هذوك الناس اللي اكتشفوا هاد الجريمه او هاد الجثه وعلموا البوليس او الناس يعني اللي ديورهم حدا فين تلقات الجثه. للاسف الشديد حتى شي واحد ما عطاش اخبار مفيده او لا شاف شي حاجه او لا سمع شي حاجه او لا عارف شي حاجه بالاحرى، حتى واحد ما شاف شي حاجه. هنا البوليس قالوا هاد القضيه ديال القتل ربما وقعت في تالي الليل يعني في الصباح بكري باقي الضوء ما بانش، او تالي الليل يعني مع جوه ديك الوحده 2 12 تاع الليل كان كلشي في دارو وساد محالو. ولكن غريبه شيئا ما حتى واحد ما يسمع شي حاجه او يشوف شي حاجه، مع انها العمليه ديال القتل تمات وسط من الحي، يعني الحي راه الديور راه تقول شي حاجه غتسمع ولا شي مدابزه ولا شي حاجه غتسمع. ما عليناش، الشرطه العلميه بدات الخدمه ديالها، طوقات هذيك البلاصه في كاينه الجثه كانت ديال واحد الشاب 30 من العمر ديالو، يعني هذيك 35 37 عام بحال ما هكاك، كان قوي البنيه وكان غارق وسط الدم ديالو. كانت تحت من هذه الجثه هذه واحد البقعه تاع الدم كبيره ناتجه على ديك الطعنه اللي تلقاها او الطعنات اللي تلقاها على مستوى الصدر والكرش والعنق ديالو، وكان هو حامل واحد السكين. هو الجثه هذه الضحيه الله يرحمه كان حامل واحد الموس كان باقي شادو في يدو وعامر بالدم. بان البوليس بانه كان مدابز مع شي واحد وتا هو يوجه ليه شي طعنه او لا ضربه او لا شي حاجه. كيلقاو كذلك واحد البقع تاع الدم ولكن ماشي حدا الضحيه مباشره، وانما شي 4 الخطوات او 5 عاد كتلقاهم، ولكن ماشي بغزارة وانما غير شي قطرات معدوده. هنا يبان البوليس بان هذا الدم هذا غادي يكون ديال القاتل او القتله او لشي واحد من هذوك اللي كانوا مدابزين مع الضحيه. هزوا هاد القطرات تاع الدم وطبيعي الحال الدم ديال الضحيه هو غادي يحتفظوا به، لربما يقارنوه بشي عينات اخرى في اجراءات التحقيق ديالهم. هزوا الجثه وداو المستودع البلدي للاموات. دابا خاصنا نعرفوا شكون هو السيد هذا. الناس تاعو الحي راهم كيعرفوا هاد السيد اللي تقتل. هاد السيد اللي تقتل الاسم ديالو عمر وولد درب تمايا، ما مزوج ما والو، في عمرو 37 عام، لان البوليس حتى هما يعرفوه وكيعرفوه ومعاملين معاه ما يا مره ما يا جوج. هاد عمر هذا كان واحد الانسان اللي عنده سوابق قضائيه داخل خارج الحبس، انسان معدي كيتعدى على البنات يجلس عباد الله تمايا، حتى واحد ما كيقد يدوي معاه، ما خاف تصداع، ماشي حتى واحد ماشي يقد عليه، وانما حتى واحد ما كيبغي يدخل معاه في نزاعات ومشاكل، مخافته يعني بنان طال هابط الحبس وخارج داخل، يعني اش تصور منه، ما عنده ما يخسر هوايا. بنادم كيكون مزوج عنده مسؤوليه عنده وليدات عنده والديه كذا عنده خدمه ديالو، يعني انسان غادي في طريق الله وطريق الشرعيه كيخاف انه يدخل مع هاد الاشكال هادو صداعات. لهذا الاخرين بحال الشاكل هادو كيتقواو وكيتحابوا راسهم ان كلشي خايف منهم، هادشي هذا كيستغلوا وكيبقى يهرف على عباد الله، يتعدى على البنات، يجريسي هذا، يمشي للسوق ياخذ الخضره وياخذ اللحم فابور، الى قال هذاك التاجر شي حاجه غادي يقلب لي هذاك الشيء كامل ويسد لي المحل. اصلا هو غيدخل الحبس ما كيخافش من الحبس هويا، حتى واحد ما كيصور ليه شي حاجه. ما علينا، هو هادشي هذا كيستغلو لصالحه للاسف الشديد. هاد عمر هذا خاصنا نعرفو اللي قتلو، خاصنا نعرفو بعدا هو مع معادي. لقاو البوليس عندو بزاف تاع الشكايات، عرفتي شحال من واحد شاكي بيه. هذيك الدائره بعدا راه بزاف تاع الشكايات كان كتلقاهم في الشهر شي 3-4 في حق هاد عمر هذا، ولكن ملي كانوا كيبحثوا ليه البوليس كان اما هربان اما مسافر او شي حاجه ما كيلقاوش. هما اللي كيشدوه كاع كيدخل واحد العام عام ونص 4 شهور ويخرج عاوتاني، كيتاجر في المخدرات، يتاجر في الممنوعات، يدير اي حاجه خايبه طايح لكم على بالكم يدير هاد عمر. دابا عرفنا هاد عمر شكون هو، دابا خاصنا كما قالوا البوليس خاصنا نلقاو مع من كان مخاصم ومع من كان معادي وشكون اللي قدر يدير في هاد الحاله هادي. نرجعوا للشكايات، لقاو كما قلنا شكايات بزاف وعديده، ولكن بقاو كيفلتريو اللي حتى لقاو شي شكايات مهمه.
واحد الشكايه ديال واحد البنت، كانت بنت درت معايا. هاد البنت هادي سميتها سميره، في عمرها 24 عام، كان اعتدى عليها، اعتدى عليها بالضرب، ضربها وسلخها. علاش؟ لانها ما بغاش تمشي معاه، ما بغاش تدخل معاه شي علاقه حقه، هو كان باغي يتزوج بها وكذا كذا. والديها ما بغاوش طبيعه الحال، وتا هي ما غاتبغيش، هو واحد الانسان ماشي من العينه ديالها وماشي من المستوى ديالها، بالتالي ما بغاتش. هو ما حملش الشهاده، تلقى لها واحد النار وشبع فيها عصا وسلخها، مشى ديكلاراس بيه هي وبواها وخوتها، شدو البوليس، ضرب عام عام وخرج. هذه الشكاية الأولى، غادي يجيبوا هاد البنت وغادي يجيبوا بواها ويجيبوا خوتها اللي كانوا واحد الربعة مزيان، غادي يجيبوا واحد ناس آخرين كانوا تا هما شاكين بيه قبل من هاد البنت هادي. هاد الناس هادو مالهم؟ هاد الناس كانوا شي ثلاثة ديال الخوت، هو كان هاد عمر هذا اعتاد على شي واحد منهم. المهم واحد الدري واقيلا شوية شيئا ما صغير شوية، شدوه ويعطيه واحد الضرب اللي هو مبرح وخسر ليه وجهه، وجاو الاخوه ديال هاد الدري هذا وداروا معاه وداروا به واحد الشكايه، ودخل الاثر ديالها واحد 6 شهور ديال الحبس. هادو غير جوج شكايات عزلوهم البوليس، اما هما كاينين واحد الشكايات اللي هما كثارين بزاف، فيلتروهم كاملين وعيطوا على موالين كاملين، المهم هضروا معاهم كاملين وبان لهم بانهم هادو كاملين هضروا معاهم ما عندهم حتى شي علاقه بالجريمه. علاش هما عزلوا هاد جوج شكايات بالضبط؟ لان هاد جوج شكايات للبنت للولد اللي ضربوا هاد عمر هذا كانوا عندهم اخوه وخوتهم صحاحين واقوياء البنيه وكذا، ويقدروا يديروا الجريمه هذه. هادشي علاش هما عزلوهم. رجعوا دابا للبنت اللي كان ضربها وضرب على ودها واحد العام ديال الحبس. المهم جابوها هي هاد البنت هذه اللي كانت سميتها سميره، تزوجات لقاو البوليس وولدات وكذا وعايشه مع رجلها. اكدت الهضره كما جات في الشكايه المره الاولى، قالت لي ما سيدي هذاك السيد يعني هاد عمر هذا اللي مات راه كان تبعني ما بغيش ندوي معاه، وحاول انه يدير معايا علاقه صحه وباغي يتزوج بيا والمرته شنو، انا ما بغيتش. واحد النهار تلقى ليا انا غادا المدرسه، ديك الساعه كانت مازال كتقرا غادا، هو يضربني شدني من شعري وبقى يضرب فيا يضرب فيا يضرب فيا. صافي قلت لبو، مشيت انا وبو خوتي مشينا للكوميساريه درنا به شكايه. هادشي اللي كان، جابوا خوتها اكدوا الهضره ديالها، ودي هذاك السيد راه اعتدى على الاخت ديالنا وضربها وخسر لها وجهها وكذا ومعرفتش شنو، مشينا درنا به شكايه وانتوما ما حاولتوش انكم تنتقموا منه. علاش يا سيدي حنا ننتقموا منه؟ كون بغينا حنا نضربوه ونأديوه ما كناش غادي نجيو نعلموكم هذيك الساعه، ما كناش غادي نصيفطوه للحبس. حنايا كون بغينا نديرو شرايدنا ودرناه هذيك الساعه راه نشدوه، ولكن راه ومن بعد غادي نمشيو حنا للحبس، نكونوا حنا ضحايا ولاو حنا مجرمين. ما يمكنش هاد خوت سميره هادي كانوا ناس دراوش على قد الحال، واخا هما قوي البنيه وكذا، ولكن بنادم كيشوف المستقبل ديالو ما كيبغيش يضيع حياته على ود شي واحد بحال هذاك. ما ليناش، قالوا لهم دابا نتوما راكم مشابه فيهم الى ان يثبت العكس. كيفاش يثبت العكس؟ ملي غادي يجي التقرير ديال الطبيب الشرعي ويقول الزمن التقريبي، وهذيك الساعه غنشوفوكم فين كنتو هذيك الليله اولا الزمن فاش مات الضحيه. جابوا حتى الاب ديال سميره حتى هو هضروا معاه حقوا معاه، قال نفس الهضره ديال ولادو، حنا سيدي اعتدى لي على بنتي، مشيت علمت البوليس خدا الجزاء ديالو دخل الحبس، ومن ورا ما خرج من الحبس واش قرر بنتكم؟ لا، وسيدي ديك الساعه راه بنتي كانت تزوجات ومشى لدار راجلها ولات بعيده عليه اصلا، وحنا كنا كنشوفوه في الدرب بحال وبحال اي واحد، ما بيناتناش لا سلام لا حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين هنا، كما قلنا البوليس شدوا الاخوه ديال هاد السميره هذه احتفظوا بهم. دابا فين يمشيو البوليس؟ غادي يمشيو على دوك الناس اللي كان دابز معاهم على ود هذاك الدري اللي كان ضربو ودخل تاهو على ود الحبس 6 شهور. عيطوا ليهم وكاملين اكدوا البوليس يعني الاخوه تاع داك الدري، وداك الدري براسو جاو عند البوليس قالوا لي مودي حنا حقيقه تضاربنا معاه ملي ضرب خونا وكذا وتكرفز عليه، ولكن في النهايه رحنا شكينا به وما ضربناش ضرب مبرح غير تناوشنا معاه، شكينا به رانا الجزاء ديالو. هادشي اللي كاين، ما تكونوش نتوما زعما راه حقدتوا عليه وملي خرج من السجن قررتوا انكم تصفيوا عليه. لا لا ابدا لا، علاش نصفيوا عليه؟ لا صافي دخل السجن راه خرج راه بعد من خونا وحنا اصلا ما عندناش معاه. هادشي اللي كاين، اشنو كديروا نتومايا؟ كل واحد وفاش خدام، كاين اللي خدام شركه، كاين اللي عنده حرفه معينه، كاين اللي عنده شي صنعه، كاين اللي كيبيع شري. المهم عرفوا من البوليس الناس ما عندوش مع الصداعات والغوات ديال والو، وناس مسالمين وخا هكاك، غير همايا كانوا نفعلوا على لخوهم علاش يضربوا لهم هذاك. هادشي ما كان مزيان، حتى هما يحتفظوا من البوليس الى ان يثبت العكس. هنا غادي يمشيو يسولوا العائله تاع الضحيه. العائلة تاع الضحية كانوا أصلا هما متبرين فيه، يعني هاد عمر هذا كيقولوا بأنه إنسان مفتعل المشاكل وعنده صوابق، خرج علينا على السمعة ديالنا في الحي وكذا،
ما كانوش كيحملوه، ولكن مع ذلك عنده واحد 4 ديال الخوتو، هاد 4 ديال الخوتو كانوا كيجيو منه. فين ما كان كيداب زاد عمر هذا كانوا كيحاميو عليه، كيمشي ويداروا مع الناس وكذا كذا. المهم هما ما كيدير لهم مشاكل وصداعات وعارفينه ظالم وكيأذي عباد الله، وكيمشيو يحاميو عليه بحال كيزعموا انه يدير مناسف اخرى. هنايا دوك 4 الدراري يعني 4 الاخوه ديال عمر اكدوا البوليس بانه واحد من هذوك اللي كان مضارب معاهم شي نهار اولا شاكين بيهم اولا شاكين بيه، وربما هو اللي غادي يكون مولف على الله ياخذ الحق في هذا اللي قتل خونا بهذه الطريقه هذه. هنايا تسناو البوليس الطبيب الشرعي اللي غادي يقول لهم التقرير ديالو. اشنو قال لهم؟ قال لي مودي هاد السيد هذا يعني هاد عمر راه مات تقريبا مع جوه ديك 12 الليل، 12 ونص الوحده بحال ما كنت عليل هذه وحده. حاجه اخرى قال لهم هاد عمر هذا راه تلقى واحد الضربه على راسو بواحد الزرواطه، اهلا رده زرواطه ولا شي حاجه، المهم زرواطه غالبا ضربه قويه على المؤخره ديال راسو، وتلقى واحد 3 ديال الطعنات بآلة حاده جنويه على مستوى الكرش والصدر والعنق ديالو. هذه وحده. حاجه اخرى هذاك الدم اللي تلقى حدا الجثه ديال الضحيه ديال هذوك عمر، بينما هذاك شويه الدم هذوك القطرات اللي تلقاو على بعد واحد 3 ديال الخطوات ولا 4 ماشي ديال الضحيه وانما ديال شخص اخر. مزيان هنا يعرفوا البوليس بان هذاك السيد او الناس اللي قتلوه خلاو الدم ديالهم في مسرح الجريمه حتى هما يتلقاو شي ضربه ولا شي حاجه. علاش؟ لان الضحيه كان هاز موس، لقاوه البوليس هاز موس في يدو، يعني حتى هو كان كيدافع على راسو وحاول انه يضرب شي واحد وربما ضرب شي واحد. ونفس العينه تاع الدم اللي لقات في الموس ديال الضحيه هي نفس العينه ديال هذوك 3 القطرات. دابا بانت الصوره ووضحت شيئا ما هي هذيك. البوليس دابا غادي يرجعوا عند دوك الاخوه ديال سميره اللي مازالين محتفظين بهم في الكوميساريه. قالوا لي ما غتقولوا لينا نهار وقوع الجريمه فين كنتو؟ مع جوه هذيك ما بين 11 الوحده تاع الليل تقريبا، لان الطبيب الشرعي قال لهم تقريبا مع ديك 12 الليل توفى السيد. مزيان هنايا كاملين هذوك الاخوه ديال سميره اكدوا البوليس بانهم كانوا بيتين في ديورهم، كانوا مزوجين وناعسين في ديورهم عادي، ما مشاو حتى شي بلاصه، مشاو بحثوا تحراو سولوا لقاهم فعلا نيت كانوا بيتين في الدار ما مشاو فين. وبالتالي هاد الناس هادو ماشي هما الفاعلين. زيد على ذلك انه الطبيب الشرعي قال لهم كما قلنا هذاك الدم ديال الضحيه حدا واحد القطرات تاع الدم ديال القاتل المفترض، وكانت مغايره تاع الدم ديال الضحيه، والجنويه اللي كان هاز الضحيه فيها الدم الاخر ماشي العينه ديالو وانما الدم ديال شي شخص كان ضربه. بينما الاخوه ديال سميره كاملين ما فيهم لا امر ديال الضرب لا جرح لا حتى شي حاجه، يعني يديهم وكل شيء يعني ما فيهم حتى شي حاجه. وبالتالي راه بين البلان بان هاد الناس هادو ما عندهم حتى شي علاقه بالجريمه. شوف حالاتهم، مشاو عند الاخوه ديال الدري اللي كما قلنا كان تلقى ليه عمر وكان شبعوسه، مشاو ليهم كذلك ومثال، بحثوا وراهم لقاهم ابرياء ما عندهم حتى شي علاقه بالجريمه، والجسم ديالهم ما فيهم لا جرح لا خبشه لا حتى شي حاجه والو، وبالتالي ماشي هما. ايوا شكون اللي قتل هاد عمر هذا؟ شي واحد حاقد ليه، راه المدينه كامله حاقده ليه، حتى واحد ما كيحملو. هنا البوليس هبطوا المحيط تاع الضحيه وبداو كيسولوا كيتقصاو الامر من عند الناس السكان الناس اللي كيعرفوه عن قرب كذا، شكون صحابو شكون اللي يقدر يدير في هذا الشيء هذا، والو كلشي كيقول هضره وحده. هذاك عمر يستاهل هذاك الشيء اللي وقع ليه، عمر كان انسان معدي وظالم وكيتعدى علينا وكيتكرفص علينا وكذا كذا. مهم السيد هذا اللي قتلو راه هنان بصراحه، ما عطاو حتى شي حاجه مفيده للبوليس. كيرجعوا عند العائله ديال الضحيه اللي هو عمر كيسولوهم عفوا الاخوه ديال عمر، عاونونا باي حاجه تقدر تكون صغيره كبيره على شكون اللي يقدر يكون صفاها لخوكم بهذه الطريقه. هنا واحد من دوك الاخوه ديال هذاك عمر غيقول لي واحد القضيه، قال لي ما ودي واحد القضيه ما عرفتش واش تكون مفيده ولا اما هي. قال لي ما ودي راه هاد عمر هذا واحد دابا تقريبا شي شهرين بحال هكاك راه كان كيتاجر في المخدرات، وهادي شهرين راه يلاه خرج من الحبس، كان يلاه خرج من الحبس وبدا في التجاره في المخدرات. حنا تفاجئنا قلنا منين يجي الفلوس باش يشري هاد المخدرات، سيرتو انه كان كيتاجر بواحد الكميه كبيره بزاف، خاصك واحد المبلغ كبير باش تشري الكميه ديال المخدرات يعني الحشيش وتعاود فيها التجار. هو كان شاريها وكيبيع وشري فيها، يعني كيبيع اقساط المستهلكين. حنا تفاجئنا ولكن حنا قلنا يدبر راسو، المهم راه واقيلا شي واحد يتعامل معاه. من بعد ملي ضرب هذيك الكميه كامله وكذا
ولا كيطلق عليه واحد خونا، هاد خونا هذا تاجر مخدرات بزنس، ولكي فرق على هذوك الناس البزنس الصغيرين. هاد خونا هذا ولا كيطلق عليه وكيهدو، كيقول لي شوف عمر الا ما رجعتيش ليا فلوسي غادي نصفي لك. قال لي وهو نيس عمر الله يرحمه، قال لي هذا الاخ ديالو كيهضر، هو اللي قال لي، قال لي ودي راه فلان هذاك البزنس راه تابعني ودابا وليت مخبي عليه وكذا، لدرجه ان عمر ذاك الشهر الاخراني ما بقاش كيفوت الدرب ولا كيخاف من هذاك البزنس ومن الاتباع ديالو، غيشدوه غادي يصفيو عليه لانهم حاقدين عليه. علاش؟ لان ذاك عمر كان ضرب ليهم كل شيء، عطاو هما هذيك الحشيش يعني الماده باش يبيعها ويجيب لهم الارباح، وهو غادي ياخذ النصيب ديالو، هو ضرب كل شيء ما عطاهم حتى شي حاجه ومبالغ كانت كبيره. وهذا الشيء هذا البزنازه ما كيعرفوش فيه التفليه، ادي لي مرزقهم حياتك مقابلها صافي. هنا يعرفوا البزناز شكون هو، يا اصلا هو معروف البزناز عند البوليس، وشحال مره دخل خرج الحبس، وفي حقه واحد المذكر ديال البحث اللي شحال من شهر وهي خدامه وباقي ما لقاوش عليه البوليس القبض. مشاو كيبحثوا عليه، مشاو ليه للدار ديالو، ما خلاو فين مشى، الاماكن اللي كتردد عليهم والو، هاد البزناز هذا ما لقاوش ليه الاثر، اغبر على الانظار. المهم هاد البزناز هذا يوم يقلبوا عليه البوليس والو واش لقاوه، كما قلنا مشاو ليه للدار، مشاو للاماكن اللي كتردد عليها، مشاو هنا والو، شدوا شحال من واحد كامل الاسباع ديالو ما عطاهم حتى شي راس الخيط. فينا هو فلان يعني البزناز؟ الله اعلم سيدي شحال من نهار هو غابر. مزيان هنا صافي دار واحد المراقبه لصيقه على البلاصه اللي كيبيع ويشري فيها الحشيش، وعلى دارهم والاماكن اللي كيمشي لها من قهاوي وكذا، البوليس خاصهم يطيحوه، ضروري خاصهم يطيحوه. هنا البوليس شدوا شي واحد او جوج من العناصر التابعه لهذا البزناز هذا وسولوهم، غادي يقولوا لي مودي مؤخرا دابا تقريبا واحد الاسبوع بحال ما هكاك راه كان ضارب مع واحد الشخص وراه كان ضربو على يدو. هاد البزناز هذا اللي يعني كنخدم معاه انا ما عارفش معاه من الضرب وما حضرش المضاربه، ولكن هو انا واحد النهار لقيته يعني داير واحد الفاصمه على يدو، سولته قلت له فلان مالك في يدك، قال لي غير واحد خونا ضارب معاه وراه ضربني على يدي. هادشي اللي كاين، هادي كانت معلومه جد مهمه بالنسبه للبوليس، صيغته ان الضحيه كان ضرب هذاك الشخص اللي قتلو، ما بعيدش يكون هاد البزناز هذا خاصهم ضروري يطيحوه، ولكن فين يطيحوه؟ كيفاش غيطيحوه؟ المهم البوليس ما ريحوش، بقاو كيسولوا ويقلبوا ويتحروا ويتقصوا على هاد البزناز هذا اللي حتى عرفوه فين مشى من خلال واحد المعلومه جاتهم من واحد المساعد ديالو كان خدام معاه. قال لي مودي البزناز راه هو وصاحبه، واحد صاحبه ما كتفرقش معاه، بجوج بهم راهو مسافروا لواحد الفيلاج. هاد الفيلاج هذا كان ديال ماشي ديال هذاك البزناز، وانما الفيلاج كان كينحدر منه هذاك الشخص اللي مصاحب معاه. مشاو بجوجهم تمايا وراهم مخبيين على البوليس ومخبيين على كلشي، وربما داروش حاجه. هو هاد خونا هذا ما عارفش اشنو دار هذاك البزناز، ما عارفوش بانه راه متورط في الجريمه ديال القتل ديال هذاك عمر. المهم عطاهم الادريسه ديال هاد الفيلاج هذا، مشاو ليه وترابسو وبقاو كيسولو باتفاق مع جدرميه تاع داك الفيلاج اللي حتى عرفو العنوان والادريسه اللي كتكون هذاك الشخص اللي كان مع هاد البزناز هذا، عرفو العنوان ديالهم وباغتهم واحد الليله من الليالي ولقاو عليهم القبض بجوج بيهم، هاد البزناز تاجر المخدرات وصاحبو اللي كينحدر من هذاك الفيلاج، كانوا مخبين في الدار ديال الوالدين ديال هذاك السيد المساعد ديال البزناز. المهم لقاو عليهم القبض وجابوهم للكوميساريه. اول ملاحظه غادي يلاحظوها البوليس وهي ان هذاك تاجر المخدرات في واحد الضربه واعره وخطيره بزاف في اليد اليسريه ديالو، وضربه باينه كان داير عليها واحد الفاصمه وملوع عليها ودير لها الدواء وداك الشيء، ولكن كان ضربه خطيره. ملي سولوه قالوا ليه الضربه هذه من جاتك؟ قال لي مادي غير دابس مع واحد خونا واحد النهار وضربني ومشى حالات. وشكون هو السيد هذا؟ والله اعلم، غير تلاقيت معاه واحد النهار ودابس معاه. المهم جمع طوا هنا البوليس غادي ياخذوا ليه واحد العينه تاع الدم ديالو، غادي يقارنوها، غادي يلقاوها مطابقه للدم اللي تلقى حدا الجثه، ونفس الدم اللي تلقى على الموس ديال الضحيه اللي كان هزو في يدو، وبالتالي فهو الفاعل الاصلي للجريمه. قالوا لي غير اعترف والا غتعرف، دابا انت اصلا كنقلبوا عليك وعندك مذكرات البحث وكذا، غير مهم لاقي شي فشي ودخل ديال الادماج مع راسك ودخل الادماج. اللي ما كيعرفوش هو ادماج عقوبتين في عقوبه واحده، مثلا واحد قاتل وتاجر مخدرات وسرق. هنا في القانون المغربي عندنا الادماج،
كيتعاقب هذاك الشخص بالعقوبة الأشد، مثلا القتل فيها 30 عام، سرقة عنده فيها مثلا واحد 10 سنين، نقول سرقة موصوفة وكذا وجميع ظروف تشديد، مثلا تجارة المخدرات عنده واحد 6 سنين. القانون المغربي كيعاقب غير بالجريمة الأشد، هي 30 عام، هذه الإدماج. في حين أن القانون الأمريكي أو الأنجلو ساكسوني بصفة عامة كيعاقب بهم كاملين، كيحسب هذه 30، هذه 20، هذه 6، وكيضرب لك التوتال كيعطيك واحد 60 ولا 70 عام ولا كذا بحال ما هكا. بينما القانون المغربي كيعطيك العقوبة الأشد. هادشي علاش قالوا لي البوليس دابا غير اعترف سلك ودمج هاد العقوبات كاملة في عقوبة واحدة، هو اعترف. قال لي ما شنو كاين؟ قال لي مودي شنو نقول لكم، هذاك عمر انا ملي خرج من السجن اخر مره يعني جا عندي وطلبني وعاونته وعطيته فلوس وتهلايت فيه وعطيته واحد الكميه تاع المخدرات باش يبيع ويشري ويعطيني الارباح ديالي. هو السيد كان خدام مزيان وكيعرف يبيع ويشري في الشيء ديال المخدرات ومعروف وانسان يقضي الغرض مزيان، عطيته ديك الكميه. ولكن ملي سالت الكميه وكميه كبيره بزاف وفيها ارباح اللي هي كبيره بزاف، جمع طوا ما عطاني حتى شي حاجه والو، بحال ديك الفلوس غير اللي حتى هكاك، وانا عندي مصاريف والتزامات ديالي وانا خاصني نخلص الناس اللي كيعطيوني وكذا كذا والدراري خدامين معايا بزاف. شي جدو هضرت معاه بالعقل، عطيني فلوسي عطيني كذا عطيني غير اقساط، حاولت ندير معاه تسهيلات ولكن السيد والو بحال بغى صافي ضربني في الفلوس كامله. صافي هددته اللي كنقول ليه شوف اطيح في النفوذ ديالي غادي نصفي عليك، المهم بغيتي تعطيني فلوسي غادي نقتلك. قال لي جري طوالك، وما بقاش كيخرج من الدرب ولا ديما ما كيفوش دربهم، خايف مني وهاز معاه واحد الموس ديما. صافي هذيك الليله من الليالي انا قررت انني نمشي ونصفي عليه داخل دربهم. عرفت من خلال الناس ديولي بانه كيبقى سهران في واحد القهوه. مشيت انا وفلان، هذاك الشخص نيت اللي كان هربان مع الفيلاج مشى هو وياه، هازين بجوج جناوه وهاز واحد الزروطه هذاك خونا امشاو، بقاو سامرين عليه اللي حتى خرج من واحد القهوه في تالي الليل. وكان سكران هذاك عمر غادي لدارهم عجوا هذيك 11 ونص بحال ما كاك، وكانت الدنيا خاويه، كان غير البرد والعجاج وكذا حتى حاجه ما كاينه. غادي اف واحد الضليمه هما يشدوه اشدو، قال لي حصلتي دابا ما حصلتي لا خرج بواحد الموس هذاك عمر الاخر هو يضربو، هذاك الصديق تاع ديك البزناز ضربو بزرواطه على راسو من اللور، هي فاش لقى الطبيب الشرعي ديك الضربه من اللور جاتو. صافي ملي ضربو بحال اغميه عليه شويه، الاخر بيغتو بواحد الطعنه طف طف، الاخر بحال مقاوم هو يضربو، هود عليه اليدو جرها ليه واحد الضربه ليا خطيره. ولكن للاسف واخا ضربو يعني الاخر كان فوز فيها ديك الطعنات، صافي طاح تمايا مات. هنا يتقدموا بجوجهم العدالة ناظر هاد الاعترافات ديالهم بجريمة القتل مع سابق الإصرار والترصد، إضافة إلى شي حوايج أخرين يعني ديال تجارة المخدرات وشي سرقات، يعني بزاف تاع مذكرات البحث اللي كانت في حق هاد البزناز وصاحبو، تحكم عليهم بجوجهم بالإعدام. حلقتنا اليوم أسيدي وقعت في مدينة الدار البيضاء وفي عام 2012، ملي غادي يتقدموا واحد جوج شباب في مقتبل العمر مع جوي هذيك 7 الروب 7 بحال هكاك، غادي يجيو للدائره الامنيه اللي حدا واحد الغابه كانت في الخرجه ديال المدينه، غادي يدخلوا عند الناس دوك الضباط اللي كاينين تم وغادي يعلموهم على وجود واحد الجثه تاع واحد البنت مرمات في الارض في قارعه الطريق في الغابه. هنا طبيعي الحال غادي نتعاقلوا معاهم على المكان، وهما غاديين معاهم كيديروا معاهم واحد التحقيق اللي هو روتيني، يعرفوهم واش عندهم علاقه بالجريمه او لا. سولوهم بوليس قالوا لهم نتوما كيفاش اكتشفتوا الجريمه وباش عرفتوها مقتوله وكذا وفين كنتو غاديين ومين جايين وفين كتسكنوا بحال الاسئله هادي. هاد جوج شباب اتضح للبوليس انهم كيسكنوا في واحد الدوار على مقربه من هاد الغابه، واحد الدوار في طرف الغابه، وقالوا لهم ودي حنا كل نهار تقريبا باستثناء نهار الحد كنمشيو ونجيو في هاد الطريق، هادي الطريق ديالنا يوميا، كنخرجوا من الدار مع جوي 6 كتكون ديك 7 الروب 7 القسمين كتلقانا في الوزين. هاد الوزين كان من الغابة لهيه، يعني ما بين الوزين الخدامين فيه والدوار الساكنين فيه كانت بيناتهم هاد الغابة، وهذه هي طريقنا صباحا مساء. حنا غاديين كتبان لينا هاد البنت، بانت لينا من بعيد، حنا قلنا غتكون شي متشردة شي وحدة فقدات الوعي شي وحدة تعرضوا لها شي وحدين اعتداو عليها وكريساوها ولا شي حاجة، قربنا ليها بانت لينا غارقة وسط الدم ديالها. المهم تأكدنا من أنها ماتت، جينا علمناكم هادشي اللي كاين. البوليس مشاو معاهم بعيد ومشاو للوزين اللي خدامين فيه لحساب القول ديال هاد جوج شباب، تاكدوا من خلال الاداره تاع الوزين ان جوج شباب خدامين في الوزين ويوميا هذه طريقهم
السبعه قد قد خاصهم يدخلوا لوزين، وهذه هي طريقهم، لانه ماشي غير هادو الشباب وانما بزاف على الشباب تاع داك الدوار خدامين في هاد الوزين. صافي طلعوهم هبطوهم البوليس، عرفوا ما عندهم حتى شي علاقه بالجريمه. البوليس كانوا وصلوا للغابه في الاثناء هذه ولقاو هاد الجثث على البنت، تاكدوا منها وعلموا النيابه العامه. النيابه العامه عطاتهم اوكي باش يبداو التحقيقات، استدعوا الشرطه القضائيه، جات فرقه مسرح الجريمه وبداو الخدمه ديالهم. الشرطه القضائيه مع مسرح الجريمه ما لقاوش شي حاجه اللي هي مفيده او لا مهمه غتفيدهم في هذا البحث. علاش؟ لان هاد البلاصه فين كاينه الجثه ما كاين لا اثر لا دليل لا شي حاجه، باستثناء هاد البنت ملقاة على الارض وهي مقتوله غارقه وسط الدم ديالها. الشرطه العلميه رجحت بان هاد البلاصه هادي ما تكونش مسرح الجريمه، يعني القاتل او القاتلين ديال هاد البنت ما يكونوش قتلوها هنايا، هادي سقطات في مكان اخر وجات رمات هنايا. علاش؟ لان هاد البنت هادي لقاوها مطعونه عده طعنات على مستوى الصدر والكورش والعنق، بزاف ديال الطعنات بالآلة الحاده، ولكن كميه الدم اللي خارجه من الجسم ديالها غير قليله، يعني مقارنه مع الضربات خاص تكون واحد الكميه اللي كبيره بزاف. وهنا عندنا حنايا فين كاين الجثه كاين غير واحد شويه، ممكنش يعني هادي ماشي مسرح الجريمه. حاجه اخرى، هاد البنت معرضه للكمات والضربات بواحد الشكل اللي رهيب بزاف. السيده شبعان عصر، وجهها منفوخ وزراق وعينها منفوخين وشعرها منتوف، يعني الدريه واكل عصا قبل ما تموت. ما ليناش، هزوها وداوها للمستودع البلدي الاموات. بينما الشرطه القضائيه بقات في المحيط تاع فين كاينه الجثه في الغابه كتسول شي واحد الصباح بكري شاف شي حاجه، شي واحد جاي تريني وشاف شي حاجه، والو. وتقول واش شي واحد شاف شي حاجه معينه؟ الحاجه الوحيده اللي لقاوه جنب الجثه هو ساكها، هذاك الساك اليدوي ديال الحقيبه اليدوي ديال البنات. هذاك حلوه البوليس وقلوه، كيلقاو فيها التليفون، يعني كيلقاو في الحقيبه التليفون، وكيلقاو يعني داكشي ديال الماكياج وداكشي ديال البنات الخاص بالبنات. من خلال المعاينات الاوليه كيتضح البوليس بان هاد البنت هادي خدامه واحد الخدمه، مهم راكم عارفين علاش كندوي، مهم الله يهدي الجميع. هذه من خلال الملاحظات الاوليه تاع البوليس. الدور المستودع البلدي الاموات، هنا الطبيب الشرعي اشنو قال لهم؟ قال لهم هاد البنت هادي اولا مهم في العشرينات من العمر ديالها، تقتلات مع جويه الزمن تقريبي ديال القتل ديالها مع جويه 3-4 ديال الصباح بطبيعة الحال. حاجه اخرى، هاد البنت قال لي مديرها كانت في واحد الحال التمالة جد متقدمه، يعني كانت شاربه مشروبات كحوليه بواحد الكميه اللي كبيره بزاف. وحاجه اخرى، قال لهم هاد البنت هادي معتادة عليها، ويالله معتادة عليها غير قبل ما تقتل وماشي بالقوة. مزيان، هاد المعلومات هادي خداو البوليس كمعيار باش يبداو البحث ديالهم. خداو ليها الهوية ديالها انطلاقا من البصمات ديالها، لان الصلاة كارد ناسيونال ما كانش عندها في الساك. خداو البصمات ديالها وعرضوهم على الناظم الآلي، اتضح بان الاسم ديالها كوثر وبنت مدينة دار بيضاء وكتكون في واحد الحي شعبي وفي عمرها 23 عام. صافي البوليس انتقلوا على وجه السرعه الحي المذكور في البطاقه الوطنيه، كيدقوا كتخرج واحد المراه كبيره. سلام سلام، قالوا لي هنا كتسكن لاله كوثر. قالت لي كوثر اه بنتي هنا كتسكن. قالوا لي البوليس وفين هي بغينا ندوي معها. قالت لي ما سيدي كوثر دابا راه واحد اليومين ما شفتهاش، راه غابره يومين وما درتش في حقها بحث اللي فات عائله، ما سولتي ليها ما درتي والو. لا سيدي لا ما قلبش عليها ما والو. علاش؟ باينه هاد المراه هادي يعني كاعيه هذيك البنت، يعني مخاصمه معاها ويشوف اش واقع ليها. قالت لي ما سيدي اش نقول لكم، هذيك البنت قهراتني قهراتني بزاف اسيدي. ملي ريحات من المدرسه ما بغات تجوج، ما بغات دير حتى حاجه، تلاقات ليا مع شي بنات ما شفت ليه، المهم راهم حتى هما خدامين اللي خدامين شي ليه، ولات معاشره معاهم. غدا جيه شوهاتني في هاد الحومه هادي، فضحاتني اش نقول لك، الله يهديها وصافي. هنا البوليس غادي يفاجئوها بالخبر الاليم، وقالوا لها شوفي صبري راسك لالا، راه بنتك لقيناها مقتوله في الغابه، وحنا دابا كنبحثوا على شكون اللي قتلها. المراه طاحت صافي غيبات، فيقوها اداوها، تعرفات على جثه تاع بنتها في المستودع البلدي الاموات. هنا يكملوا معها البحث البوليس. قالت لي ما سيدي راه هي اللي باغا تقلب عليك النهايه، انا عايش معها كنقول لها الطريق هذه راه طريق الحرام خيبه بعدي منها، تينا على الشيطان ريحي في محالكم، تجيبك الله شو الناس ساعية لا والو. تامن خوها للاسم ديالو يوسف، خوها راه صغر منها بشي عامين ولا حاجه، ولكن راه كان ديما كيخاصم عليها وديما كيضربها وديما كيعنفها، ولكن راسها قاصح ما خلى ما دار معها والو.
كيقول لي هاد بنتك اللي جابت لينا الفضيحه وجابت لينا العار، انا ما قدرش نهز راسي في وسط الحومه وكذا، هذه راه خاصني نصفي عليها باش يبرد نار الانتقام في قلبي كذا والو. المهم بوليس شكوا في بادي الامر في خوها، قالوا بما ان البنت كتمتهن هنا هذه الطريق هذه الله يهدي الجميع، غتكون دارت شي حاجه اولا شافها شي نهار مع شي واحد مشيت ليه، الدراري ولاد الحومه كيعايروا ولا شي حاجه، يعني فقد الاعصاب ديالو مش صفا عليها. اجا يوسف في عمره 21 عام، 21 عام وخدام في واحد الشركه ديال الكابلاج، كان خرج من المدرسه والتحق بالشركه هذه مزيان. قول لنا كيدير نتايا مع اختك كوثر الله يرحمها، شنو العلاقه اللي كتجمعك معها؟ وقال لي ماشي نقول لكم علاقه ديال الاخوه عاديه، ما كاينش حاجه ليا علاقه ديال العداوه، يعني كنعنفها بزاف ولا كنضربها، انا بعض المرات كنضربها حقيقه ولكن على مصلحتها. كنقول لها ديك الطريق اللي غادا فيها الناس راه خايبه، وجبتينا العار والشوهه والفضيحه، ما خاصكش تبقاي تمشي فيها، ولكن راسها قاصح كنشوفها مع شي واحد ولا كذا كنعطيها قتله ديال راسها، غير كتلبدا غير واحد شويه وكترجع لنفس الطريق، كتدبر هي على الفلوس غير بهذا الطريق. كنقول لها شوفي انا نخدم هو خاص صالير قليل، ولكن راه ما نخليك خاصك حتى شي حاجه، ولكن هي راسها قاصح. المهم الله يرحمها في هذا النهار. قالوا لي البوليس علاه ما تكونش تري حقدتي عليها وصفيتي عليها، ربما شفتيها مع شي واحد او لصحابك كيعيروك بها او لشي حاجه، ضربتيها فوتي فاش ضربه وقتلتيها، اعترف قول حسن لك تعترف وهنينا. والولد قال لهم لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا ما يمكنش نقتل اختي حقيقه، انا كنضرب ونخاصم عليها، ولكن باش نقتلها لا، انا كنبغي نقتلك وقتلتها شحال هادي، شحال مره كنشوفها شحال من واحد، غير كنضربها وكنخاصم عليها، وتا من الجريان من الدار ما كنجريش عليها، ديما كنطلب لها الهدايه من عند الله، هادشي اللي كاين. وقال لي مزيد انا راه ما قتلتهاش، انا خدام بالليل في الشركه ديال الكابلاج، هاد السيمانه اللي تقتلات فيها على حساب الهضره ديالكم راه كنت خدام الليل. البوليس غادي يمشيو يتاكدوا بنفوسهم، مشاو للشركه ديال الكابلاج، وفعلا نيت هاد الاسبوع فاش تقتلت هي هاد كوثر هادي الله يرحمها كان هو خدام الليل، وثبت بالدليل وبالبرهان انه هذيك الليله كان خدام، ما كانش في الدار اولا كان واخد روبو اولا شي حاجه. مزيان دابا خويا ولا خارج اطار الشبهات، ولكن شكون قتل هاد كوثر هادي الا ما كانش هاد خوها هذا؟ صافي رجعوا البوليس لنقطة الصفر وبداو التحقيقات مع هو نينت ومع هاد المرأة يعني مامات كوثر. سولوها قال لها قولي لنا بعدا لالا هاد بنتك مع من كانت مصاحبة؟ انتي قلتي لينا في التصريحات الاولية ديالك بانها كانت مصاحبة مع شي بنات ماشي تا لهي هما اللي خرجوها الطريق، عاود لينا اي حاجة عليهم، شكون هما، مع من كتمشي، مع من كتجي، اي حاجة. قالت لي ما سيدي صراحه كانوا عنده صحاباته بزاف، ولكن اللي كنعرف انا وكنعرفها مزيان هي واحد البنت سميتها صفاء، ها صفاء هي اللي وراتها هذا العالم. واش نقول الله ياخذ فيها الحق في هذا النهار هذا، تعدات لي على بنتي وخرجتها هذه الطريق هذه. المهم راه هي اللي كنعرف، كتعرفها فين كتسكن، كنعرفها سيدي فين كتسكن، عطاتهم العنوان هذه المراه، مشاو البوليس عند هذه صفاء هذه دقوا عليها. صفاء اشنو كيلقاوها؟ كيلقاوها انسانه مزوجه وعندها واحد الوليد يلاه زايد. سولوها على علاقتها بكوثر الله يرحمها، قالت لي ما سيدي ديك كوثر كانت صاحبتي صراحه، وما دوزناش القليل، ما خلينا ما درنا، مشينا لبيران، مشينا لديسكوتيك، مشينا مع هذا، مشينا مع، ولكن انا في نهايه الامر صافي تبت الله سبحانه وتعالى، جاب لي الله هاد ولد الناس واللي مزوجه به راجلي، وولدت هاد الوليد هذا كما كتشوفوا، وانا عيت معها صراحه، انا حيت صاحبتي وكذا كذا عيت معاه، قلت له بعدي من الطريق راه مأساويه والله صراخي بزاف، ما تعرفيش العاقبه ديالك كيفاش تكون بعدي منها، ولكن راسها قاصح ما بغاش تخرج تبعد من هذا العالم هذا. صافي بعدت من انا وقطعت علاقتي معها، وقبلت غير محالي وراجلي وهاد الوليد هذا، ومرايحه في محالي. هادشي اللي كاين، شي علاقه اخرى راه ما كتربطنيش بها. هادشي اللي كنعاود لكم دابا تقريبا راه واحد العام، راه عام باش انا مفاكه معها، ما بيني وبينها حتى شي حاجه. هنا البوليس تاكدوا من الهضره ديال صفاء وعرفوا قطع علاقتها، سيرتو انها لقاوها مزوجه وصافي عندها وليد، ما كاين لا شي يبحثوا اكثر واكثر، غادي غير يفسدوا لها العلاقه الزوجيه ديالها. صافي هنايا رجعوا البوليس لنقطه الصفر، واشنو غيديروا؟ مشاو للتليفون الشخصي ديالها اللي لقاوه في الصاك اليدوي قرب الجثه فين كانت مرميه في الغابه، قلبوا حلوه وبحثوه مزيان، شافوا اخر مكالمه معاش كان دارتها، اخر مكالمه كان دارتها مع جوي هذيك التسعود بحال ما كاك 8 ونص مع واحد النمره، وهاد النمره
كتكرر بزاف، ديما كتعيط لها تقريبا يوميا في نفس الميقات، وكتعاود تعيط لها عاوتاني مع 10 الليل شويه مع 11 بحال هكا. ولكن اخر نهار منها غتموت، واخر مكالمه دارتها هي هذيك كانت مع جوي 8:30 تسعود، وبالضبط كانت مع 8:36 دقيقه. مزيان، دابا البوليس خاصهم يشوفوا مول هاد النمره هادي. مول هاد النمره هادي طلع شكون؟ طلع واحد السيد الاسم ديالو عبد السلام، وساكن في الدار بيدانيت، وفي عمره هادي فيها تقريبا 40 عام، 42 عام. مشاو ليه البوليس العنوان ديالو، طلع شيفور ديال طاكسي، قالوا ليه كتعرف واحد البنت الاسم ديالها كوثر، كتتصل بك، عندك علاقه بها كذا، لاننا حنا لقينا المكالمات بينك وبينها. قال لي واش نقول لكم سيدي، انا بحكم العلاقه ديالي شيفور ديال الطاكسي، عندي الطاكسي، كنمتهن هذه المهنه شحال من عام، وهي باش عايش، وهي باش ندير الدار الوليدات، راه النمره ديالي عند بزاف تاع الزبونات والزبائن ديالي كيطلعوا، وفين ما كيبغي شي واحد يمشي شي مشوار في الليل او شي حاجه ولا الصباح بكري، كنديه بطبيعه الحال بمقابل مادي كيكون شويه طالع مقارنه مع الايام العاديه، كنديه. ربما هاد البنت اللي كتهضروا لي عليها راه كليانه من الكليانات، عيطات ليا وديتها لشي بلاصه انا المهم ما كنعرفهاش وما كان عندي معاها حتى شي علاقه. هنايا السيد هذا هو يقول لي البوليس، شوف راه انت دابا اخر واحد هضرات معاك في التليفون، وبالتالي انت مشابه فيه في هذه القضيه. قال لي قضيه؟ اش من قضيه؟ قالوا لي ها نسينا ما قلناش لك، راه هذه القضيه ديال الموت، قضيه ديال الروح، راه لقينا البنت مقتوله ومرميه في الغابه، وانت الا ما عاونتيناش غتكون مشابه فيه رقم واحد وتحمل مسؤوليتك. قال لي لا، اش بينو بين هادشي هذا كامل؟ لا لا لا، وانا قلت لكم صراحه ما عرفتش هاد البنت هادي، هاد الكوثر اللي كتهضروا لي عليها راه ما عرفتهاش، نقدر نشوف التصويره ديالها نعرفها، الله اعلم. المهم جابوا لي البوليس الصوره ديال هاد الكوثر، خداوها من عند الام ديالها وجابوها ليه، شافها تعرف عليها مباشره، قال لي ما هاد البنت هادي؟ انا ما عرفش الاسم ديالها، راه ما كذبش عليكم، ولكن وجهها راه كنعرفو مزيان، كنعرفها بزاف هاد البنت هادي، هادي راه كليانه ديالي. هادي راه هي قال لي نفس الهضره اللي قالت الام والمعرفه اللي قالوا البوليس، يعني راه خدامه ديك الخدمه مشيت ليه، كيديها من هاد البار لدارهم، من دارهم عند شي واحد غير هاد المشاوير، وكتخلصوا يتاقص فيه، ولقات ولد الناس دمو الطاكسي كتعيط ليه في اي وقت كيجي كيديها اولا كيجيبها. قال لي ما سيدي كتعيط ليا كنديها، وملي كتسالي كتعيط ليا كنمشي وكنجيبها وكتخلصني وكنمشي في حالتي. اخر مره نهار فلان فلاني اللي هو نفسه النهار اللي تقتلات فيه البنت، عيطات ليك مع 8:36 دقيقة، فين ديتيها؟ قال لي ما داك النهار باقي عاقل عليه، وديتها لواحد الوزين، هاد الوزين كاين في الخرجة ديال المدينة، هاد الوزين كبير عاقل عليه مزيان، ورينا هاد الوزين، داهم لي حتى وصلهم الوزين، وقالوا لي ملي تا وصلتها لهاد الوزين، دابا هما قدام الوزين وبغاو يعرفوا معلومات كثر باش ينطلقوا في البحث ديالهم. ما سمعتيها هضره، سمعتي شي واحد؟ ما شفتيها طلاقات مع شي واحد؟ قال لهم بلاتي كاينه واحد المعلومه، انا ملي وصلتها بالطاكسي قالت لي راه ما نخلصكش دابا، غير سمح لي وصافي، راني حتى غترجع عندي وديني عاد غادي نخلصك في بجوج هاد الكورتات. قلت لها صافي ما كاين باس، وانا كنستعد باش ندور ورجع في حالتي بما عيطات ليا، هذا جانبي العمل بيني وبينها، هادشي علاش ما حكرتش عليها. خرج واحد السيد معياش، كانت التوقيت هذا تقريبا نقول لكم مع جوي هذيك العشرة بحال ما هكاك، العشرة وشي حاجة، زيد كمل. خرج واحد السيد، وعلى حساب ما بان ليا بأنه غادي يكون غير العساس، لأن الوزين كان طافي الضو فيه وما خدام ما والو، وسلمات عليه وقالت لي أهلا سي عبد الله كي داير بخير، المهم سماتو بالاسم ديال عبد الله. هو سلم عليها وبين من طريقة السلام أنه كيعرفها مزيان وعندو معاها ديال بصح. المهم أنا ما سوقش في داك الشيء، دخلها تما الوزين، انا رجعت لداري المحلي، كنتسنى فيها تعيط ليا باش نرجع نجيبها، ما عيطاتش ليا، حتى جيتو نتوما وقلتو ليا بدي راه ماتت، هادشي اللي كاين. صافي دابا البوليس خداو واحد المعلومات جد كافيه ودخلوا لهداك الوزين، كيدقوا كيخرج الشاف، الشاف تاع الخدامه تمايا، لان الوزين كان بنهار ديك الساعه هما البوليس مشاو ليه، يعني عامر الوزين. خرج داك الشاف، السلام السلام، حنا البوليس اسيدي، مرحبا تفضلوا. قالوا لي كاين هنا شي واحد سميتو عبد الله، وقال لي عبد الله، عبد الله الاساس هو اللي كاين سميتو عبد الله، ما عاد اللي كانش عبد الله من العمال. قالوا لي لا، عبد الله الاساس كيف عامل كيف عامل، لان هذاك مول الطاكسي عطاهم الاوصاف ديالو كيف داير. قال لي وداك الشاف كتهضروا نتوما يا الاساس، هذا الاساس الاوصاف والاسم ديال الاساس، وفين هو دابا نقدروا نهضروا معاه؟ واش نقول لكم سيدي الاساس راه ما كاينش، وفين مشى؟ الله اعلم.
دابا تقريبا راه واحد الاسبوع بحال ما كاك راه ما كاينش، راه ما جاش، حنا نيت مشوشين عليه وما عرفناش فين مشى. اسبوع تقريبا هو نفس الوقت فاش تقتلات هاد البنت هادي. صافي دابا الشكوك زادت اكثر واكثر على الاساس. هنا البوليس قالوا لهذاك الشاف تقدر تعطينا عافاك الفوتوكوبي لاكار ديالو، بغينا نمشيو للعنوان ديالو. قال لهم اه مرحبا نجيب لك فوتوكوبي لاكار ديالو. مشى يجيبو، هما يعيطوا ليه قالوا ليه جبد واش هاد الوزنيه هذا كيخدم بالليل وبالنهار اولا غير بالنهار؟ قال لهم لا ما كيخدمش الليل، حنا ما كنخدموش الليل، حنا كندخلو اولا الخدامه كيدخلوا كلشي كيدخل مع 8 8 كتبدا الخدمه، ومعاش كتسالي كتسالي مع جوي هذيك ستونس ستونس كنسالي والخدمه كنحبسوها. صافي كلشي كيمشي بحالاته. وشكون اللي كيبقى في الوزين؟ كيبقى الاساس هاد عبد الله اللي كتسولوا عليه، راه عاطيه المدير يعني مول الوزين عطيه واحد السكينه هنايا السكنه، المهم بحال السكن الوظيفي راه كيبقى يبات هنايا. صافي قالوا للبوليس مزيان جيب لنا فوتوكوبي لاكارت ديالو. جا فوتوكوبي لاكارت عطاه البوليس، البوليس انطلاقا من العنوان ديالو كيمشيو يلقاو عليه القبض في مقر سكنه. هاد الاساس هذا ما كانش ساكن في مدينه الدار البيضاء، وانما كان الاصل ديالو من نواحي تاع مدينه الدار البيضاء، واحد الضاحيه من الضواحي مشاو ليه جابوه من عقر دارو جابوه لقاو عليه القبض. صافي اول سؤال غادي يسولوه البوليس قالوا لي جيت تبعدا قول لنا شنو علاقتك بكوثر. حاول في اول انه يمتنع وقال لي ما ودي هاد كوثر اللي كتهضروا لي عليها راه ما كنعرفهاش ما كنعرفهاش، انا مزوج سيدي ووليداتي وكذا. هو فعلا نيت كان مزوج وكانت مراته باركه مع مو بوه في هذاك الفيلاج فين كاين مسقط الراس ديالو، كان خدام غير راسو تما وكيمشي غير في الاعياد والمناسبات اولا شي عطله كيعطي عليه الشاف. قال لي لا ما عندي بها حتى شي علاقه. باكده ماكده سيدي لا ما عندي بها حتى شي علاقه. مزيان قالوا ليه مشاو جابوا هذاك مول الطاكسي قالوا شوف انا نوريك واحد مجموعه تاع الناس ووريني هذاك عبد الله اللي تلاقات معاه الضحيه هذاك النهار فاش وصلتيها. قال لي مرحبا الله يودي انا نطلع وسط من 1000 تاع الناس. جابوا واحد الخمسه تقريبا في نفس الاوصاف تاع عبد الله، مهم في العمر وفي داك الشيء. مشى ليه نيشان قال لي هو هذا هو اللي تلاقات معاه هذاك النهار. صافي قالوا لي مزيان سير بحالك تقدر تفضل. مشى مول الطاكسي شدوا فهاد عبد الله قول لنا مول الطاكسي انا تعرف لك جاب البنت وانت استقبلتيها ودخلتيها للوزين. الوزين ما كيخدمش بالليل كتكون تاع الساس وعطيك الباطون السكن الوظيفي دخلتيها عندك قول اشنو درتي للبنت كيفاش قتلتيها وعلاش قتلتيها. صافي والله يدور في عينيه واعترف اشنو قال لهم هاد مسخوط الوالدين. هاد الاساس هذا كان تا هو كيعرف هذيك كوثر كيعرفها وكتجي عندو شحال من مره وكيعرفها مزيان. قال لهم هذيك الليله المهم وجدت الشراب ديالي. هو كيستغل هذاك السكن الوظيفي بما انه خاوي وغير بوحدو كيكون في الليل تمايا والخدامه ما كيكونوش حتى واحد كيكون، كيستغل الثقه تاع هذاك الباطون ديالو وكيدير فيه ما بغى وديما كيستقبل هذاك كوثر عنده تما في المحل. ما عليناش هنا قال لهم خديت واحد الشريبه ديالي وجبتها وعيطت على هذيك كوثر، عيطت لها مع الصباح وقلت لها استعدي اليوم اجي عندي ما جوي هذيك 9 و10 تكون عندي وغنتهلا فيك ونعطيك كذا كذا. قالت لي صافي اوكي. المهم هي فاش عيطات لمول الطاكسي وقالت ليه اتوصلني ووصلها ورجع مول الطاكسي. هي دخلات عند عبد الله، هذا عبد الله ملي دخلات عنده شربوا المشروبات الكحوليه جمعوا ضحكوا نشطوا مع بعضياتهم. صافي هنا البنت بغات تمشي هزات هاكها وبغات تمشي قالت ليه غتعطيني الفلوس تعطيني القد والقد. قال لا ما عنديش وزيدو انا ديما كنعطيك وديما كنعطيك كادويات. صافي بقات على الليله ما عطيك حتى حاجه صافي سيري مره اخرى وغادي نعطيك شي حاجه. تخاصمات معاه قال لي ما عبد الله في التصريحات ديالو صافي نوضنا واحد الكيره تمايا انا وياها انا سكران وهي سكرانه ما عقلناش كتغوش ليا لا انت شفار وكذا عطيني رزقي عطيني الفلوس ما الفلوس كذا. انا صافي ما عقلتش وكنت شارب وما عرفت ما كنتش في الوعي ديالي وهي بقات كتغوت ما عقلتش اللي حتى ضربتها بواحد الكروشي شويه بدات كتضارب معايا ضرباتني انا بقيت كنصلخ فيها بقيت كنضرب فيها كنضرب فيها نضرب فيها نضرب فيها. هي فاش لقاو البوليس دوك اللكامات والضربات ووجهها منفوخ بزاف وهي جوتا حامده. صافي ما طلعت لي الدم بزاف وهي مدابزه معايا ديال بصح مشيت هزيت واحد جنويه كانت تما بانت لي مع حدا غير الكوزينه مشى جبدها او يعطيها طف 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 ثلاثه ديال الضربات ما فاتونش فيها طيحت. قال لي بقيت شحال تاع الوقت عاد ساعه الوعي ديالي وعرفت راسي باني نرتكب جريمه ديال القتل وخاصني نتخلص من هاد الجثه هادي اشنو ندير ما ندير. هزت الجثه هادي
هز في واحد الطوموبيل كانت ديالو، طوموبيل خاصة ديالو، غير طوموبيل على قد الحال. هز وداها رماها في الغابة، قال مع راسو صافي اللوحة في الغابة ما يشوف حتى شي واحد، وتا واحد ما عارفة جات عندي، وتا واحد ما عارف شي حاجة. وقال لي وانا ملي لحقت تمايا قلت صافي بحكم العامل على الحرارة والايام والوقت والزمان اللي نطول عليها غادي نضاطر الملامح ديالها، وتا واحد ما بقى يتعرف عليها، وتا البوليس يلقاو الجثة ديالها من بعد داكشي ما يعرفوا كاع شكون، وبالتالي حتى واحد ما غادي يعرفني. ساعة هو من سوء الحظ ديالو فين اللوحة، غادي اللوحة غير في هذاك الممر اللي كيدوزو منه الناس بزاف وما غاديين جايين للخدمة ديالهم. اللي حتى دازو دوك جوج شباب وشافوها مع الصباح، هذا ما كان صافي. هي هذيك البوليس كيدخلوا معاه السكن الوظيفي تاع داك الوزين، يعني داك الشيء اللي عطيه الباترون هذيك الدويره، دخلوا تلقاو اثار تاع مسرح الجريمه، استعملوا المعدات ديالهم المتطوره وخرجوا هذوك البقايا تاع الدم اللي كاينين تم، وراهم الجنويه اللي قتل بها الضحيه، وراهم كل شيء صافي. من وراء الاعترافات تاع عبد الله هذا الاساس الوزين، تقدم العداله وتحكم عليه ب 25 عام ديال الحبس. ايوا هذه النهايه ديال الحلقه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.